جدا الاستاد احمد بن علي بالريان الذي سيفتتح ويقود شريط مباريات مونديال العرب. الدوحه العاصمه القطريه تجمع العرب من جديد بعد غياب للسنوات. هنا نتكلم عن تقريبا 9 سنوات لم نشهد بطوله عربيه، وهي الدوحه مره اخرى تجمع الوفود العربيه والمنتخبات العربيه في اجواء موندياليه، لانه نتكلم عن استاد مونديالي وعن تحضيرات جارية على قدم وساق. الاحتضان أكيد هو مونديال العرب بعد السامرة الآن، وهي اليوم بروفا بالنسبة للمنظمين للبطولة العالمية. إذن هكذا الأجواء التي تسبق انطلاقة المباراة بالنسبة لتونس وموريتانيا. ناجحة بكل تأكيد في ظل التنظيم المثالي إقبال الوفود. ضربة البداية، ومع البداية صفر رقم 8 محمد فراس بالعربي يبقى وفيا للأسماء الفرنسية. وكرة جانبية يرفع داخل منطقة الجزاء هنا في القائمة الثانية، والركلة الحرة التونسية في هذه اللحظات محمد فراس بالعربي. عديد التغييرات شهد المنتخب التونسي، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وبالرأس. إيطاليا تراقب وتنتظر، وهنا تدعم الدفاع في راسية وفي جول في جول بيزا داخل منطقة الجزاء في سيف الدين. يا أحلى الكنترول، ما أحلى الكنترول سيف الدين. إذن 8 دقائق على انطلاق المباراة، الصورة واضحة. فبينما لدينا كرة عرضية، تدخل بعد لمسة وتحضير في عرضية، بعد ذلك هنا باباكار في أمير بن حميدة في لحظة رفع الكل الماضية من خلال حصص الميران الأخيرة هنا في اللعب الموريتاني في العاصمة المغربية. هكذا خاصة أمام المنتخب التونسي. 15 مباراة سابقة بين تونس وموريتانيا لا زالت تبحث عن إنجاز أمام نسور قرطاج العربية اليوم. نعم، بينما هنا لدينا ياليا واحد من المسجلين بكل تأكيد هو اللاعب 2022 دون عبدي الروكينية في القائمة الأول. يا حنبال يرفع كورة، ولكن باباكار قبل ذلك في ريان عربي وفي كورة وفي كورة. في هذه البطولة حقيقة في لاعبين صغار السن نتابع، وفي أحلى كورة وضربة رأسية والعارضة هنا الحديدة تنطق. وابرز غياب منتخب المرابطين لن يكون مفاجئ على ضوء التقدم والتطور المهاره. حنبال والعرضيه يبحث عن سيف الدين الجزاء، سيف فخر الدين، وهنا التصدي كان حاد يرفع على المقاس. احلى كنترول بالصدر باليمنى، التسديد من باباكار لدياو من الرسم للبديل. الدفاعيه خطا يمين يا بن حميده، وهنا كاد الاحد بينما لدينا كره، وهذه محاكاه لمسلينيفو، وبالتالي الراسيه تنجي في كرة صعبة جدا على المرمى. يتقدم يمرر، هي جول هي جول هي جول هي جول. نعم، نسور قرطاج يفعلون في هذه اللحظات. سيف الدين الجزيري في أحلى كورة وفي أحلى تسديدة، هنا يزور الشباك الموريتانية بعد عمل رائع للشغل. عالمي 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 يا محمد، يا فراس يا بالعربي، فراس بالعربي يسعد الالاف بل الملايين من انصار المنتخب التونسي في اجمل كوره واحلى تسديده حطها في الزاويه البعيده. المنتخب الموريتاني يعني الامور اصبحت واضحه. عموما سنتابع هنا الضربه الحرام، الطنجيه تقدم في منطقة الشباك امامك يا الجزيري، الطريق نحو المرمى امامك يا الجزيري. هو الجزيري عاد من جديد، هو الجزيري بالامتاع والابداع وبالكعبة العالية، لان الكعب حاضرة، لان اللمسة دقائق. وهل فيها قرار ربما يعطي الأفضلية لفاني؟ نعم، يقول فيها ركلة جزاء من أجل الدخول في الشوط الثاني بصورة أفضل. منتخب موريتانيا ممكن نشوفوا صورة فيها ركلة جزاء وفيها جول يا أحمد يا خليل، بس مولاي أحمد خليل يسجل. نعم، هدف تقليص رغم المعاناة، رغم فقدان الأب، ولكن هنا الولاء والانتماء والإخلاص للمنتخب التونسي. هنا الجرينتا لمحمد فراس بالعربي في انتظار نتيجة مباراة الأبيض الإماراتي. هون السويعد، هل يسعد المنتخب الموريتاني بسيرة تونس عربيا وعن أول لقب؟ اللاعب الذي أعطى إشارات قوية جدا، أسماء التونسية الحاضرة في هذه البطولة.
زملائه ليلعب حنا بعل يترك علول لم يكن اسيس لحظات إشارة لسليتي حاول الدخول في هذا الشوط لعبة الركنية في القائم الأول إفادة المنتخب الموريتاني منقول على جهة المعلول الكرة تطول مباشرة إلى ضربة دفاع دراغير لعب محمد فراس قاد على أحلام المنتخب الموريتاني إشارة لحمزة المتلوتي فيها مخالفة لمسة من المساكني بينما منذر كبير أتي تسلل هذه خطيرة هذه ممكن هذه ممكن هذه ممكن في النهاية بعد نهاية اللقطة رغم العودة السريعة للي موعد افتتاحي لملعب المناسبة عرفت حضور جاني كانت هناك شكوك بخصوص المشاركة رغم أنه بعض النتائج كانت متباينة في تصفية المنتخب بعض النتائج يعني من جملة النتائج إفريقيا بينما مراوغة وبعد ذلك التحضير وتسديدة هذه بطولة العرب هنا يجتمع الشيخاوي مر الشيخاوي والعرضية هنا المساكني والشيخاوي والسليتي نعم هو التيام يدخل نعم بري في القائمة الأول تدخل بعد ذلك رمضان يراوغ بالرمضان 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 قصيرة لن أتكلم عن مباريات كأس العرب ولكن أتكلم والمساكني يسكن الكرة في الشباك المساكني كعادته يسكن الكرة في الشباك هكذا وتونس يواصل مهرجان الأهداف البدلاء يتألقون البدلاء يبدعون البدلاء يصنعون الهدف الخامس من الشيخاوي والطريق سالك يا المساكني المساكني يسكن الشباك يسكن الكرة